صباح الخير حبايبي. طبعا اليوم قررت اني اصحى بكير علشان نوارة. طبعا اول ما بصحى من النوم لازم ندخل نغسل وجهنا عشان نصحصح شوي. أهم شغلة ما ننساها إنه نفرش أسناننا الصبح. وأهم شغلة القهوة الصباحية لازم عشان الواحد يصحصح ويفتح مخه شوي. طبعا هون دهب لازم كل مرة تشوفني طالع من البيت لازم تعمل لي مشكلة بدها تصير تطلع معي، لذلك قررت اني لبسها واخذها معي. وطبعا دهب اليوم مو سايعتها فرحة انه طالع مع ابوها اخذها مشوار برا، هي ما بتعرف انه رايحين مشوار ورجعة نجيب الغداء. طبعا هون اول شي لازم نحطها في كرسيها ونربطها نحزمها. طبعا هون طلقنا الى سوق السمك الحلو بموقع بيتي انه قريب علينا سوق السمك مثل ما شايفين هوني، وهي دهوبة الحلوة عم مشية وتشوف هالسمكات. طبعا هون كنت عم دور على سمك السردين يكون صغير، دورت واخيرا هون لقيت. اخذنا السمكات ومشينا فيهم عشان ننظفهم، هي هون محل ما بينظفوا السمك. والحلو انه جنب سوق السمك لازم يكون في الخضرة، سوق خضرة كمان، وهي ما ننسى نوارة الليستة اللي بعتت ليها عشان اجيب لياها. طبعا جينا هون عبين ما ينطفوا السمكات اجينا نرجي دهب هون كيف هي مثل ما شايفين هون هي المينا كيف بينزلوا السمك فريش وبيبيعوه للناس ما شاء الله. هون خلصنا حطينا السمكات وحطينا الخضرة وهي دهوبة هوني حزمناها ومتجهين على البيت. طبعا هون مثل ما شايفين نامت من التعب مسكينة، واضطريت اني طالع العرباية عشان احط الاغراض ودهب لانه تعبت ما فيني اشيلها. طبعا اول ما وصلت على البيت لازم ايس التلج عشان بورد. سلام العائلة، كديرين لبس عليكم، صحتكم بخير، نتمنى تكونوا باحسن الاحوال يا ربي. كيفكم حبايبي، شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة يا رب. طبعا نهار جديد وفيديو جديد ان شاء الله. كيما الشو ما نقدر تحزم على الصباح مشاق المينا، حدنا المينا هنا كيقولوا المينا ياك في كيبيعوا السوق السمك، في كيبيع ما شاء الله السمك. سوق سمك بحال اللي عندنا في المغرب حنايا، ملي كنمشيو كنقولوا للمرسى كيكونوا دوك حاطين بزاف ديال الحوت كيبيعوا بالجمله وداك الشيء. المهم تما فين كاين المقر ديالهم هو وحدنا. المهم اليوم شو بغينا اليوم نوعو نديرو شي نوعو اليوم نوارة أميرة بس أميرة. زعما كاين هو غيقلي الحوت عيات بردة قال لي ما ديري والو راه كي أميرة اليوم يعني غير ما درت واحد التجفيفة وخملت هاد الليل يعني لازم تجففك اليوم. انا ضروري يلا كي ساليت قادي داكشي كامل خلاص قلت لك قلت لك خليك اليوم أميرة ما تمد ايدك على شي. لا ضروري انا ما يمكنش. المهم قادي في الدنيا جمعت كل شيء عاد جا هو قاد الدنيا كتشعشع. المهم الحبايب هو اللي غيتكلف بالغدا. المهم انا غيهنني من الغدا شي حاجة كبيرة. شو شي حاجه كبيره زعما كيف تهنينا من الغداء؟ عرفتوا العيالات والله الا كيعاني، وكل نهار انا بالليل كنقول ولي غدا شنو طيب الغداء، ما كترسم كل نهار خاصك طيب حاجه ما كتلقاي ما كطيبي. مو بس انت على فكره، كل العالم حتى كتحيره بيحير الواحد شو بده يطبخ شو بده يسوي وبتعرفوا يعني كل يوم هالروتين هذا نفس الشيء يعني انا كندير لي خاطره اكثر حاجه كندير لي خاطره هو بزاف يعني كتشوفوني كنطيب سوري ومغربي، ما يمكنش نطيب غير مغربي ضروري كنطيب ليه هو الاكلات اللي كيبغي ونطيب ليا انا وهي غاده. أيوة. ما نكونش واحد انانيك ما يكون اناني ما يكون لا 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 خليني انا احكي لا عداكم كنطيبي والله ما هضرتي دابا خليني شوفوا عداك كنبقى نطيب ليه في الماكله ديال السوريه وبنينه وكنحط عليك نقول ليه كي جاتك ماشي حالها.
ما كيشجعنيش باش نعاود نطيب شي طيبه اخرى. مبسوط ما مشجع والله هالمخلوق شايفينها. شايف اسمعي خليني كفي كلامي. زعما كي نطلع لي شايفين جرام. شايفين هالمخلوق الفضائي هذا مخلوق فضائي. شايفين هالمخلوق الفضائي احيانا يعني كل يوم يوم طيب لي اكل اكل سوري مثلا لانه نوارا بتطبخ لي اكثر شيء اكل سوري بصراحه. على قبل وبش الاكل المغربي بصراحه بحب الاكل المغربي بس ما بحب كل يوم. انا كل يوم تعرفوا كل واحد عادات وتقاليد يعني اسمحوا لي يعني اكلكم طيب بس ما فيني انا كل يوم ما بحب اكل كل يوم اكل مغربي. هي عزيز عليها حتى لو تاكل الصبح كسكسو العصر قديد العشاء ما ادري شو ما عندي اي مشكله. ناويلي انا عزيزي الماكل. طيب هلا خلينا في موضوعنا موضوع انه بتجيب لي الطبخه السوريه باكل قبل ما اكل بحط تحط الاكل وهي الا شو انت ما بدك تاكلي اللي ها اكلت انا هي بتكون لا. اكله ومعبيه كرشتها لا لا لا, لا. مثلا لا لا اسكت قبلات الشيء اكله انا ما كنبغيش ماشي الاكل السوري كله كناكلو انا اكله كتكون ما عنديش معاه ولكن هو عزيز عليه كنحط عليه كنقاد لي وانا كنصاوب ليه شي حاجه في الكوزينه بالضربه. انا كندير لك خاطرك انا فيا من طيب طيبه وحده ونقول لك هذا الشيء ما كينحط لي طاجين مثلا ولا هذا ونقول لي غادي ناكلو انا وياك ولكن كنبغي ندير ليه هو خاطرو كنطيب ليه هو يعني الطبق الرئيسي ليه هو نقدر انا طيب يا بيض ومطيشه وما عنديش مشكل. يا سلام على بنت الاصول بنت بوسه بوسه من الراس هاد بوسه من الراس. اقول لي واش طيبت لي نط والبارح البارح طيبت لي دوك المحاشي بورق العنب كي جا المذاق واش هو بحال ماشي حلو بحال مذاق ماتي ولا حيت المقادير قلت غندخل نبحث عليهم خديت المقادير. طيب والله العظيم يا جماعه انا احيانا بكون عم بمزح معي بتقول لي كيف جاتك تعرفوا اتوقع كل الحريم هيك صح ضروري خصني اعرف الحريم يعني يوم يوم المره تطبخ لزوجها تحط له بتستناه حتى يعرف انه شو الاكله طيبه ما طيبه ناقصه ملح ناقصه حمض ناقصه ما ادري شو عرفتوا كل الحريم هيك انا هيك لاحظت هيك عرفتوا بقى انا ورا هيك من هالنوع بتجيب هي وبتم بتطلع فيني هيك انه كي جاتك هي هادي واش عرفت لينا ولا لا. انا بكون عمزح معك والله بقول لك يعني ماشي حالها بس لا هي بتكون يعني انت اصلا لازم تعرفي من حالك لما بكون قضيت على الصحن ولا قضيت على الطنجره كامل لا لازم تعرفي انه اكيد الاكله طيبه اما لو مو طيبه الاكله ما كنت اكل لك هي كل وكل شيء لكن هلا المهم مشان ما نطول عليكم رغ 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 خلينا نفوت على المطبخ نطيب للاميره اليوم باي طيب للبرنسيسه داك السريديات اللي جاب قال لك باغي تنظم هكاك تصوطا في المقله. تتذكروا اصلا الطبخه اللي طبختها في رمضان بحالها ايوه بحال ما بعرف اللي شاف الفيديو في رمضان يوم سويت السردين هيك شفت طريقته على الانترنت بصراحه عجبتني كثير الطريقه وجربتها وزبطت. احنا زبطت ولا ما زبطت الا جات مقاده حنايا عندنا بعد المرات كنقليو حتى حنا كنقليو السردين ونقليو شويه ديال البطاطا حداه ونديرو الشلاضه ونقليو شويه الدنجال وشويه الفلفله. أيوه. ما كتاكلش الفلفله المقليه في بعضنا ناكل هما عرفتش كيقليو كيقليو ديك الكورجيطه الصغيره الكوسه كيقليوها هما كيقليوها وكيقليو داك الشي فلور كيقولوا لي زهره كيقليوه هادو هما المقالي عندهم. ايوا باذنجان زهره الكورجيط كيقليوها كلشي كيحط بحال هكا طبق متنوع بالخضر مع كمون وملح ولكن اليوم ما كاينش داكشي كاين غير الفلفله تقلينا الفلفله قلينا شويه بطاطا بالدنجال صافي. بس انا ما بعرف اقلي باذنجان صراحه انا خاف لا خاف احرقك قطع دواور وقليت. المهم هلا يلا يلا تعال تعال يلا تعال خلصنا اول شيء غسلنا الخضره سوينا صحن سلطه مو ناقصه صغير الحمض والملح والزيت عشان يطلع بنين وعندنا هون الفلفله والبطاطا والباذنجان قطعناه وجهزناه كله مغسول جاهز وهي عندكم هون الطحين حبيناه بصحن عشان نحط فيه نتبل فيه السمك مثل ما شايفين هي السمكات هون مغسولين جاهزين هلا بس بنحطهم على الطحين وعلى المقلاية فورا وخلينا نتجه للمقلاية.
جد الله يعينكم يا الحريم. مسكين قال لك ظهره تهرس. ظهري لا على الحوت على الدجال وصوب شلاده قال لك ظهره تهرس. جد الله يعينكم، كيف هيك كل يوم طبخ 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 طبخ؟ قال لي ما كديري حتى حاجه قدرت. هلا حسيت بالمعاناة اللي بتعانوها الحريم بصراحه؟ هي لسه شو لسه بعد شو اسمه بعد الاكل في الكوزينه كتلعب كتشطاح كلها زيت عم ترفرف كل شو بدها زيت ضبغ زيت جيب من هون جيب من هون جيب معلقه نظيفه رد زيتها رد جيب معلقه غيرها جيب سكين جيب هي اي ولا ما تكملها وتجملها خلصك لا تجيب لي بدك الكوزينه لا شو بدك شوفي شوفي شوف قال لي اميره شوفي شوفي اليوم شوفي اميره بدك احسن من هيك اميره محليه هنا حتى الكوزينه محليه كوزينه ما يمكنش كمل بديتي كما كيقولوا بديتي خير كبديتي خير كامله ياكل لا واللي كيقول اميره يحط الغدا صافي تغدى ويمشي ايه اميره خلص اميره منظبط لك هي بس ما ولكن كمل الروينه اللي درتي هيك بتصفي مو اميره هيك بتصفي ملكه بتصفي ما ادري شو اذا بدنا نجلي وداك الشكل الشهي كتعرفوا القليان واخا هو ماشي صحي ولكن ربني ضروري مره مره الواحد ما فيها باس السر ديال المقلي والبطاطا الدنجال داك الشيء الاكله بس تعرف شنو نسياني؟ نسيت كمون والملح ليش كمون؟ باذنجان ما تاكلوا معه كمون؟ لا عرش ادري المهم شوفوا انا جعت والريحه والسمك تعرفوا اذا برد ما عطيب ما شاء الله سردي. الله يعطيك الصحه ايوا عوده غدا شوف عطني راسه ولا قلت كملها عطني راسه كملها ودير مواعينات يعني ما تبوسي لي راسي غير اذا جليت المواعين نبوس لك راسك بلا مواعين بلا غدا بلا حتى حاجه ولكن باش تكمل النهار يطلع في الذاكره طيب خلينا ناكل اول شيء وبنفكر بعد الاكل يلا دابا ناكل والله مثل ما انا شايف مثل ما انا شايف عرفتي منين كياكل لا 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 وافي مو انا كياكل انا كلنا صراحه ايوه انا وانت ايوه ما توجهي الحكي احكي بصفه الجمع ما تحكي بصفه المفرد انا احس مسؤوليه بحال تابعك شي حاجه ضروري ناكل ونكمل خاصنا ضروري نجمع الكوزينه عاد نمشي نرتاح لبغيت نرتاح ايوه دابا يلا تعال ناكلو ودهب شو ذهب؟ سرقت المعلقة؟ الله سرقت المعلقة؟ هي بابا بدي أكل فيها هاتيها أعطيني المعلقة هاتيها لهون هاتيها ديودو أعطيني أعطيني حبيبي هاتي هاتي المعلقة يلا هاتي شوفوا إذا أخذت شغلة إذا كمكن رجال ولا حريم فيكم تأخذوها من إيدها مستحيل أعطيني يا بابا حبيبي ما خلص أخذتها مستحيل مهم يلا بالعافية علينا اسمحوا لنا ابنين حتى تعرفي راجلك حتى تعرفي قدرات راجلك قدرات قالك شو مثلا القدرات بحال شنو فسر لي القدرات بالطبخ بس بالجري لا ما عندي قدرات بالجري بس بالطبخ اوكي عرفتي كيصوب واحد كيصوب واحد مكرونه باقي ما صوبهاش عمره صوبها كنت شحال مره كنقول لي بالليل نوض صوب لي بحال كنت كتصاوب ليا نوض صوب كتقول لي لا لا غايجي بدا غايجي وبدا غايجي بغايجي مره صوب لي غايجي القيمرون كيصاوب القيمرون ايوا وداك البروكلي كتجي خطيره جماعه صدقت حالها انه اميره حطي الدجاج المهم السمك بيبرد خلينا ناكل ونشوف بعدين يلا